حاجه، احسن حاجه تخليطه ديال الزيوت، هانسي نسميها التخليطه الخماسيه اللي شناهي فيها الزيت البلديه، زيت ارغان، زيت اللوز، زيت القرقاع، وزيت السمسم او الجلجلان، ياك هاد التخليطه ممتازه فعاله رائعه، ديروها ماشي ولا بد تكون عندنا كلها، راه غير وحده الزيت البلديه فيه الكفايه، حيت عندنا حنا وتنهملوه الزيتون راه متكون في القران، راه فيه العشب شربا وموضعيا، غير الزيت البلديه دهنوا البشره كلها، ولكن احسن زيت بلديه هي اللي ما فيهاش الملحه. حلو، درنا تخليطه الزيوت ودهنا بها الليل كامل وعمرناه، والله اختي تفعاله وممتازه، راك انت اش كنت قلت قبل اختي اللي طبيبه، راني غنجيبها راه تنطلب فيها ونرغب فيها، راه تنحسب لها الايامات طلب ونرغب، قالت لي 11 يوم البارح تنطلب فيها ونرغب فيها وبززت عليها، ان شاء الله نهار الاربعاء تاخذ الطياره، الخميس تكون هنا ان شاء الله، الله يشبع على خير. الور ولادها ما عمرهم عرفوا وين كرام، ما عمرهم طابوا، ما كاين لا حبه ولا شامبينيون ولا حتى حاجه، اشنا هو؟ تدهنهم بالزيت البلديه، حتى من ديك الصراف ثلاث ايام طاحت ما كاين حتى حاجه، احسن حاجه تونس كلهم السكه القديمه تاع حنا تندهنوا بالزيت البلديه دقه بطله، الشلوح تيدهنوا بزيت ارغان دقه بطله، دونك احسن حاجه لا طياب والبشره رطبه وكل شيء زيت بلديه. ما حساك لا درنا تخليطه ديال خمسه الزيوت، ها حنا عندنا دواء فعال ممتاز رائع. هذه واحد نقدروا ناخذوا مثال بسيط، ثلثين ديال هذه المجموعه الزيوت ونزيدوهم الزيت ديال الخروع اللي هو اغلى زيت، ودرنا عاوتاني للبشره وداك الشيء ها هو رطب لينا، هادشي كله في كفه. خذوا غير الزيت البلديه او اي زيت بغيتوا، زيدوا شويه الجليسيرين وبيه فيه سير لو شون، ماشي غتسينو حتى الغد ولا غتسينو 20 ساعه ولا ساعه ما كان، وفي دقيقه نص دقيقه 10 ثواني ديروا شويه، مثال بسيط خذوا نص ديال الجليسيرين نص ديال الزيت خلطوهم، او ربع الجليسيرين وثلاثه الاربع الزيت خلطوهم، لا بقيتو تحركوا غتخرج كريم من حدكم نتوما، تتحركوها ولا تضربوها وهي تدور لنا كريم، يعني كريم فارم. دونك لا خدينا لا جليسيرين شديناها وزدنا عليها اي زيت وبيه فيه دهنوا اشخاصرين، دهنوا يدكم يدكم في البلاصه غتحسوا بالرطوبه، دهنوا رجليكم بيه فيه غترجع رطبه، ما حساك لا دهنتوا ذاتكم. والفن والله العظيم اختي سميه للفن، لا هما يفرحوا ولا رجالهم يفرحوا. جليسيرين والزيت البلديه ودقه بطله رائعة بالزربة بيه فيه. تستعمل الوجه مثلا؟ يا سير واش نقول دابا؟ بيه فيه خمسة ثواني 10 ثواني، ما كاين لا غدا ولا بغيت غدا، انا راه عزيز عليا دقة بطلة. دونك ترطيبة للذات كلها نديرو مجموعة الزيوت اللي فنا، ما حساك لا خدينا هاد مجموعة الزيوت وزدنا عليهم الجليسيرين، والله اختي تال الرحمة، وراه الفن 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 ديال الترطيبه ديال الذات ولا ديال اللحم وديال البشره وداك الشيء، الرحمه خصوصا الا تهلا بعد حمام دافي ياك ويلي هذيك الطوب ديال الزمان، والله تتفرحوا ويطلع لكم المورال، وما تبقاو لا مفقوسات ولا منقصات ولا وتنشطوا وعقتوا وفهمتوا، دائما ذاتكم رطبه دائما زوينه، لا اليدين لا الرجلين لا مشاق لا حتى حاجه. واش نقول لكم؟ بيه فيه، ما غتسينوا لا سيمانه ولا جوج سيمانات ولا نهار ولا ساعه ما كان، راه بيه فيه، ها ترطيبه سهله زوينه. سؤال اخر نمشيو للماسكات ديال التجميل، اذا كان المزيد من الماسكات ديال التجميل معلومه اختي سميه نتهلا فيهم، نتهلا فيهم باش نصالحوا مع العيالات. الور غناخذوا مثال بسيط، راه عرفتهم بزاف لي ماسك، ميم وصفات كاع قلتها قبل، الور لا خدينا مثال بسيط، حليب ديال الكوك واحد جوج مع الكبار، واحد جوج مع الكبار من عصير العنب، من حد مازال العنب عندنا، نزيدو ناخذو اش نقول نص حفنه ديال اللوز، نطحنوه مع شويه ديال الحليب، ما بغيناش الحليب نديروه مع ما ورد، ناخذو منه واحد جوج مع الكبار، ثلاثه ولا اربعه الوراقي ديال الخس، واحد المعلقه كبيره دخل التفاح، نشدو كل شيء نطحنوه، نزيدو عليه بغينا نزيدو نكملوا راه مازال نقدروا نزيدو، نزيدو معلقه عسل ديال العسل الحر رائعه، زيدو ان بلون دوف باتيو سوفار مدوناش، دونك بيض ديال البيض نطرب على شكل ثلج، ناخذوا معلقه ولا جوج معالق، زدنا على هادشي كله، طربنا كلشي، رديناه هادشي كامل، شديناه درناه لوجهنا، بيان سور غسلنا الوجه جوج خطرات بالماء والصابون، مسحنا، درنا هاد الماسك، خليناه ساعة ونص جوج سوايع ثلاثة سوايع، رائع فن، بغينا أحسن منه، ناخذوا مسحوق ديال الحمص، رائع، ناخذوا الربع ديال مسحوق ديال الحلبة، والربع ديال المسحوق ديال اللوبيا البيضاء، والنص ديال المسحوق ديال الحمص،
وخلطناه بهذه التخليطه بالعصير اللي صوبنا الاولانيه ودربناه على شكل كريمه، غسلنا وجهنا بالماء والصابون، مسحنا درنا هذا الماسك حتى يكرم. هذا باش نحسبوا البشره جافه ساعه الا ربع، بشره طبيعيه ثلث ساعه ونص، البشره ميد ما جوج ثلاثه سوايع، غير غنغسلوا ويعجبنا وجهنا في البلاصه، غير نمسحوا في البلاصه نديروا الزيت البلديه او التركيبه ديال الزيوت، او التركيبه ديال الزيوت فيها شويه الجليسيرين. احنا عندنا البشره رطبه وزوينه وبراقه ولامعه، وحيد الكلف، حيد الحبوب، حيد التقابي، كل شيء في لي كاتر فونكسيون بور فيزاج، فعال ممتاز. ماسك سهل زوين مجرب. نمشيو مثال بسيط، بغينا ناخذوا ماسك اخر، خدينا مسحوق ديال الروز لاميدون دوري او الغاسول الابيض اللي تنسميوه الغاسول الابيض، واحد المعلقه كبيره، واحد معلقه كبيره ديال المسحوق ديال الترمس، معلقه كبيره ديال النخالات القمح. شدينا هادشي كله زدنا عليه عصير ليمونه او شويه دخل التفاح، واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر، صفر ديال البيضه، شويه ديال طريف صغير ديال لافوكا. طربنا كل شيء، طحنا طربناه، خلطناه على شكل كريمه، غسل الوجه مسحيه، ديريه لوجهك خليه تيكرم. منين يكرم الطريقه راه معروفه دابا ساعه الا ربع ولا ساعه حتى ساعه ونص ولا جوج سوايع على حسب النوعيه ديال البشره ديالك. والله اختي تفعال، يدار جوج ثلاثه الخطرات السيمانه في الاسبوع، فعال ممتاز، دقه بطله، يعطينا نتيجه بالزربه وممتازه. الوغ نزيدو عاوتاني مسخر، غناخذوا الخيار واحد جوج معالق، واحد جوج معالق ديال عصير ديال الليمون دائما كبار، واحد جوج معالق ديال عصير ديال البصل او ديال البوارو، بصله حمراء ولا بيضاء راه بحال بحال، واحد جوج معالق كبار ديال الماء ورد، واحد بياض بيضه دائما مطرب على شكل هذاك حتى يرجع خميره، واحد المعلقه ديال العسل الحر. طربنا كل شيء، درناه بوحدو ولا زدناه على مسحوق، وكونا اون كريم ودرناها لوجهنا وكرمات وغسلناها، والله تفعاله. كلهم جربتهم هادو، كلهم فعالين، ساهلين، ممتازين. راه شو شحال من ماسك عطينا، شي تابع شي. رجع كنا عطينا واحد الوصفه سهله قبل، العيالات في الكوزينه قشروا كاع الخضره اللي عندكم قشرتوها، وبقاو العواد ديال القزبر وديال المعدنوس وديال النعناع وكل شيء، وهزوا كل شيء لوحوه في ميكسر. بغيتوا ديروا الخدمه الزوينه، زيدوا عليه خل التفاح، واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر، ما بغيتوش زيدوا اي زيت، ومعلقه ديال العسل الحر، وركوا على الميكسر غيطحن كل شيء، كل شيء غيطحنوا. مثال بسيط، عندكم القشور ديال المطيش، ديال الخيار، ديال الخيزو، ديال اللفت، الهرعه، اللي عندكم في الخضره، الخضر اللي استعملنا، البطاطا، كل شيء، لحنا كل شيء في ميكسر، ولحنا دوك ديال العويده ديال القزبر، المعدنوس، النعناع، ديال الخص اللي كاين عندنا، الشلاضه اللي كاين، الخيار، القشور، الخيار اللي بغى يكون، القشور اللي غنلوحوا في طارو الزبل، لحناه في ميكسر، زدنا عليهم شويه خل التفاح، ما عندناش خل التفاح بلاش، زيدوا الحليب. ما عندناش حليب بلاش، زيدوا الماء الروبيني اللي بغيتو. بغيتو ديروا انكم الخدمه زوينه، راه الخميره، راه عندكم الخميره في الدار، راه الخميره في السوق سهله، راه الخميره جيرمان دقه بطله، واحد نص معلقه حتى هي نزيدوها، نوركوا على الميكسر غيتحل لينا كل شيء، غنصفيو ياك غير ديشي لا شيت اللي عندنا هذا، وشقوا به شعركم وحزموا الشعر وخليوه خمسه سته سوايع، وعاودوا نفس الطريقه بداك الشيء الغد ولا البكس غد اللي بقى لكم داك الشيء، ديروا جوج ثلاثه الخطرات في الاسبوع، في الاسبوع الاولاني ديالكم توقف تحان الشعر بدا ينوض. طريقه سهله، هذه اسهل ما يكون، هذه سهله، الملاح المعدنيه وفيتامينات كلها تضيع. والله اختي لا ضياع لا حتى حاجه، نفس هذه الوصفه ياك شدينا شاطلنا داك الشيء اللي شاطلينا في الخضره، في التنقيه، في داك الشيء كله، قشور البصله فعالين ممتازين، توما القشور ديالهم فعالين ممتازين، كاينه واحد الصفه واعره اختي توقف طحان الشعر وتنوض الشعر، انا تنتهلا فيهم. خذوا القشور ديال القشوره ديال البصله والقشور الثومه وكربونيزيهم، حرقهم ترجعوا كحلين بحال الرمال، زيدوا اللي بغيتوا، واخا تزيدوا غير الماء وتشقوا شعركم يوقف طحان الشعر وينوض الشعر. الوصفه ديال كليوباتر، مثال بسيط، احنا كنا في العيد الكبير ياك، دوك القرون ديال الحولي ياك تيتلاحوا، دوك القرشف ديال الرجلين ديال الحولي ياك، ديك الحواف ديالو، الحواف ديالو يتحرقوا حتى هما يتكربونيزاو. هذه وصفه راه عندها 5000 عام 4000 ولا 5000 عام ديال الفراعين، فعاله ممتازه للتجميل ديال كليوباتر. كيفاش تتوقف شعرها وتنوض الشعر
واللون الاسود اللامع البريون بريون ياك الغرون ديال الماعز ولا الغرون ديال الحولي تحافر الحفاره الحمار حتى الحمار داك الحافر ديالو حتى واخذوه وحرقوه وتكربونيزا ويدق ويتنيل وتغربل ورجع بودر وسقيوه بالديشي ديال ديك الخضره اللي عندكم في الكوزينه سقيوه به وشقوا شعركم وحزموا دقه بطله ممتاز الرحمه الفكره يا جمال صراحه كتفاجئنا مره مره.